استعدادا لمواجهة أي طارئ مع موجة الأمطار، قامت فرق قوة الواجب غيث التابعة لوزارة الدفاع بزيارة لمدينة صباح الأحمد لتفقد آلياتها ومدى استعداداتها. طبعا قوة واجب غيث هي تمثل وزارة الدفاع، وما زلنا من بداية وضع الحالة احنا مستمرين في دعم جهات الحكومية داخلية، الحرس الوطني، مطافي ووزارات الدولة، وما زلنا قائمين لحد الآن. احنا شغالين واحنا اليوم موجودين في منطقة صباح الأحمد لتأمين وإعادة الوضع ما هو سابق عليه. احنا أمانة في عندنا تنسيق كبير للمنطقة، للمنطقة الخلفية، والتنسيق والدور فعال في العمليات المشتركة كمركز عمليات، وهو عن طريق اللي تلقى الطلبات والأمور هذه لإسناد الجهات الحكومية، وعن طريقه يوجه لنا الأوردر وإحنا نستطلع عليه ونرتب أمورنا مع الجهات اللي موجودة لإعطائه ومسانده حسب الإمكانيات اللي موجودة عندنا. فرقة الواجب غيث تواصل جهودها لتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. صراحة واجب غيث دائما احنا نشارك في، ليس في دعم بس، هم في إيجاد الحلول. احنا دائما نشوف المشكلة نحاول في إيجاد الحلول، فكانت احدى امس الجولات مع سعادة المهندس في إيجاد المشاكل، وين إيجاد المشاكل وما هي الحلول المقترحة. وصراحة احنا اقترحنا كذا اقتراح امس، وكان صراحة صدرهم اخواننا في وزارة الاشغال رحب واستقبلوا مقترحاتنا، جزاهم الله خير. طبعا احنا واجب غيث مقسم كذا وحدة حسب احتياجات، يعني عندنا حساسة القوى البرية، عندنا هيئات التموين، عندنا قوى الجوية، عندنا البحرية. يعني القوى الجوية استطلعنا المكان وشفنا اماكن الامطار وشفنا اماكن سير والسير، استخدمنا قوات الهندسة القوى البرية واستخدمنا هندسة المنشآت في دعم المستشفيات في إيجاد حلول صد أماكن المياه ومعالجتها، استخدمنا هيئة التموين معداتها في إنقاذ الآليات في سحب المياه من أماكن تضرر. أنا قبل لا أجي منطقة صباح الأحمد في مستشفى الفروانية تأكدنا واجتمعنا مع مدير المستشفى ومساعد مدير المستشفى وبتوزيع الخطة، والآن طالع من منطقة صباح الأحمد متجهين إلى مستشفى عدان لأن بعد التأكيد على وضع المستشفى، وراح نطلع من عدان راح نمر الأخوان في مستشفى الأميري لهم حرصنا الزايد لتأمين المكان كمستشفيات وكمناطق مستلمينها من قوة واجب غيث عن طريق مركز عمليات مشتركة بالتنسيق مع المنطقة الخلفية. مركز عمليات قوة الواجب في حالة تأهب واستعداد تام للتعامل مع البلاغات الواردة من غرفة عمليات الطوارئ، وذلك يأتي ضمن إطار التنسيق والتعاون المشترك لتقديم كل أوجه الدعم والإسناد لأجهزة الدولة لمواجهة الحالات الطارئة وسط عدم استقرار حالة الطقس في البلاد.